مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ماذا عن 41% تضخم؟ هل ده اعلى رقم ولا ده كان عندنا اكتر من ده ولا زيه ولا ما حصلش؟ ده الرقم الفريد بالنسبه لنا. لا، هو ده اعلى رقم يا فندم طبعا، يعني منذ عقود. وطبعا مش عايز اقول لحضرتك ان عشان بس كلام بسيط لجمهورنا الكريم، مؤشر التضخم ده هو بيعكس الواقع والحقائق اللي على مستوى الاسعار في المجتمع. زي ما حضرتك تفضلت كده، الناس مش عايزه تسمع مؤشر تضخم ومعدل نمو، بتقول لك الاسعار بتزيد كل يوم. احنا بتوع الاقتصاد بنقول لك ان قيمه الجنيه كمان بتنخفض كل يوم. مظبوط؟ كويس. فدول الاثنين مع بعضيهم للاسف تحدي كبير امام اي دوله. زي ما حضرتك تفضلت، الاجراءات اللي بتاخدها الحكومه فعلا ليها تاثير، ولكن مش التاثير الملموس الكبير اللي بتتحرك بيه مستويات الاسعار. وعندنا تحدي يعني افكر حضرتك كثيرا، قلت لك لا، احنا لسه قدامنا وقت. اي صح. ليه قدامنا وقت يا فندم؟ طول ما الحرب شغاله بره، وطول ما اسعار الفايده في العالم مرتفعه، هيحصل عندنا عجز في الدولار. واحنا بلد جزء كبير جدا من احتياجاتنا بنستوردها بالدولار، احنا نعم عندنا شح في عمله اجنبيه. نعم شح العمله الاجنبيه ده يا فندم بيرفع قيمه الاسعار، فبيعمل من المعامل السلبيه في مؤشرات التضخم. ايوه. عامل ضاغط بمنتهى البساطه كده. يعني لو حضرتك بتشتري حاجه كنت بدولار كنت بتجيبه ب 20 جنيه، النهارده بتجيب الدولار بسعر سوق سودا باكثر من ذلك 100%. مستويات الاسعار يا فندم بيتم السيطره عليها، طبعا بيتم السيطرة عليها، ولكن اللي انت بتشوفه ده بياخد مدى زمني كبير جدا. يعني لولا ان الاسعار بره فندم تقريبا ابتدت تاخد حيز للانخفاض، كنت حضرتك هتشوف مستويات اسعار اكتر من كده اكتر من بكتير. 41% كمان. طبعا. وعايز اقول لحضرتك، خلي بالك ان طالما في احنا سوق حر، او الدوله بتنادي بالسوق الحر، او صندوق النقد الدولي بيقول لك خلي القطاع الخاص، لو فضلنا على كده هتشوف اسعار ما بتشوفهاش في العالم تاني بره خالص. انا ببشر حضرتك اهو من دلوقتي. يعني لولا ان الحكومه يعني متشدده شويه وحاطه وضع اسعار معقوله شويه، او بتدعم بعض من السلع، وكانت لو تركت الوضع للقطاع الخاص، لا كنت حضرتك هتشوف مستوى اسعار مغاير اللي انت بتتفرج عليها خالص. دكتور مصطفى، دلوقتي حضرتك عدد لي التضخم ازاي بتصل لهذه النسبه الكبيره بسبب 1 2 3 4 ايه؟ انا عايز المواطن يعرف يعني ايه تضخم، ويعرف يعني ايه اسباب تؤدي لهذه النسبه الكبيره 41%. اسباب ارتفاع التضخم كده يا فندم حطهم امام اعين كل مجتمعنا المصري. واحد، عندك عوامل مؤثره من الخارج. على طول كده، الحرب في روسيا واوكرانيا كويس. رفعت اسعار السلع والحبوب على مستوى العالم، وكمان على مستوى النقل. يعني لو كنت حضرتك بتنقل طن القمح مثلا ب 400 دولار، بقيت تنقله ب 500 و600 و700 كمان. نعم. وتكلفه النقل اللي هو كمان، والتامين على النقل كمان، ده اسعار يا فندم بتزيد عبء مالي على الدوله. يبقى نعم. ده واحد، عامل مؤثر جاي لك من الخارج. كويس. اتنين، مستوى ارتفاع الاسعار الفايده في العالم، لان احنا كنا بنقترض مثلا ب 1%، بنقترض ب 7 و8 و9% على الدولار. نعم. كدوله. فده بيزيد العبء المالي في اقتراض الدوله. نعم. ده العامل التاني. كويس. ثلاثة، احنا عندنا خرج استثمارات كتيره جدا، فحصل شح في العمله الاجنبيه. اربعه، وده يعني سامحوني بعض من الناس، في استغلال كبير قوي يا احمد بيه، واخد بال حضرتك، من بعض او شريحه من التجار اللي بتكون مضاعف الربحيه بتاعها اكتر من 200 و300%، استغلالا للظروف اللي احنا فيها. اربعه، في عندنا تراجع كبير في حركه الواردات اللي احنا بنجيبها من بره، طبعا من بدايه العام، فاثرت علينا وهتفضل مؤثره علينا لنهايه العام. نعم. اذكر حضرتك، دوله نعم. رئيس الوزراء كان تحدث اكتر من مره ان خروج الواردات اللي هي جايه لنا من الخارج، وطبعا كان بيدبر ليها عمله اجنبيه، فحصل في تباطؤ كبير جدا في دخول السلع والمكونات السلع الاستراتيجيه. حصلت كل ده النهارده على ارتفاع على مستويات الاسعار. نعم. خلاف كل ده كمان، عندك المواسم. احنا كنا الشهر اللي فات، كل سنة وحضرتك طيب واخواتنا خير. المسيحيين والمسلمين طيبين، كلنا كنا في مزيد من الاستهلاك. الشهر اللي فات ده حصل تكالب على السلع، فبرضه حصل زيادة في معدلات التضخم. ما تنساش كمان يا فندم ان كان حصل ان في زيادة في مستويات
الرواتب والدعم والحاجات اللي ادتها الدوله، الحزم التحفيزيه اللي ادتها الدوله دي، فبرضه كان كل ده بيزيد من حركه ايه؟ الاقبال على السلع. هل فضل. نسبه الدين او معادلات الدين وغيره لها تاثير، نعم ام لا؟ لا يا فندم. لا. لا. ولكن خلينا نقول احنا داخلين على سنه جديده. السنه الجديده دي اذكر حضرتك بيها كنا قايلين ان معدلات الديون والتضخم لسه هيكون فيها في السنه الجديده، السنه الماليه اللي هي 1/7 يعني. السنه الماليه بتاعه 23/24. نعم. وهتستمر معانا طالما في مؤثرات جايه لنا من الخارج. حضرتك تفضلت في المقدمه على الطروحات. وقلت لحضرتك اكثر من مره ان الطروحات دي ممكن تكون سهله جدا، ولكن في الطرح يعني او للبيع، ولكن التباطؤ الكبير. حضرتك تفضلت وبتتكلم امبارح على قانون الاستثمار. نعم. يحمد بيه احنا في سنه 2023 والعالم سبقنا ب 20 30 سنه. احنا لسه بنتناقش المحفزات اللي هنديها للمستثمر او هنديله استعاضه ماليه عن المحفزات للتصدير. كلام حقيقته لا يناقش. يعني ما نشوف العالم بره شكله ايه يا فندم؟ نعم. وبعدين نشوف العالم بره ليه؟ ما نشوف احنا متطلباتنا ايه يا فندم؟ نعم. احنا ليه ساعات بنبقى متباطئين عن قصد؟ ليه متباطئين عن قصد؟ رجال الاعمال بيتكلموا داخل المجتمع وفي الحوار الوطني وخارج المجتمعات الاقتصاديه وبيتكلموا ان في تباطؤ يا فندم. نعم. طب ليه ما بنقولش كده؟ ايه السبب يا دكتور مصطفى؟ التشعب في القوانين يا فندم، البيروقراطيه على طول. للاسف يعني اليد المرتعشه زي ما بيسمى. طبعا في عندك عدد من الجهات عشان تاخد موافقه للمستثمر. يعني هل يعقل حضرتك ان رئيس الحكومه ورئيس الدوله هو اللي بيقفوا على متابعه الرخصه الذهبيه؟ مش منطق. احنا محتاجين يعني قانون الاستثمار يعدل، وان يكون في وزير للاستثمار، ويكون في تكالب من الحكومه على كيفيه انهاء البيروقراطيه والمعوقات الاقتصاديه. عايزين نختار يعني كوادر جيده عندها همه، عندها نشاط، عندها حافز ان هي فعلا تدخل اموال للبلد. يا فندم النهارده بكلم حضرتك وفي دول ثانيه للاسف متاخره اقتصاديا ولكن عندها زياده في الاستثمار. نعم. بمنتهى البساطه تركيا عندها مشاكل اكثر مننا واعقد مننا. كويس. ولسه رافعين الفايده يا فندم من كام يوم اكثر من 6%. وعندهم جذب استثمار كبير. طب احنا ليه يا جماعه بنعمل كده؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم. دكتور مصطفى، ايه اللي قدام الحكومه والبنك المركزي للسيطره على التضخم؟ ايه اللي قدامهم؟ شوف يا فندم، خليني اقول لحضرتك انا مصرح ودايما بتشرف ان انا اكون مع حضرتك. لا، ما اظنش هنرفع سعر الفايده. التوقع اللي هو ان شاء الله الاجتماع بتاع البنك المركزي اللي هو في نهايه الشهر الحالي اللي احنا فيه. وطبعا الفدرالي اللي هو في خلال الاسبوع اللي بعد القادم كمان، الفدرالي الامريكي. الفدرالي عامل ربكه في العالم. النوبه اللي فاتت ثبت سعر الفايده، ولكن لسه بيتلاعب بالعالم، احتمال يثبت احتمال يرفع او مش عارف. لكن في توجهي الشخصي مع التحليلات من البنوك العالميه، احتمال الفدرالي يثبت. وايضا مصر كمان احتماليه تثبيت سعر الفايده امر وارد. نعم. انا بنبأ حضرتك اهو من دلوقتي، من قبليها باسبوعين. ليه؟ لان احنا النهارده ما عندناش قدره ان احنا نحمل الموازنه اعباء ضغوط فايده الديون مره اخرى. ده بمنتهى البساطه. هل دكتور مصطفى التضخم ده مفرط؟ يعني ممكن السيطره عليه ولا صعب؟ لا، ما فيش حاجه صعبه يا فندم، وقادرين ان احنا نفرض السيطره عليه. ونشهد ليه ان فخامه الرئيس اكثر من مره وجه ان يكون في مزيد من السلع، لازم توفر السلع في الشوادر وفي الاماكن عشان يحاول يحجم على السيطره. واذا حضرتك قريت، وطبعا كل جمهورنا الكريم قرا البيان اللي ان شاء الله هيطلع يوم 15 بالبنك المركزي او الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، قال لك السبب الرسمي في ارتفاع التضخم لهذا المستوى ارتفاع في مستوى اسعار اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وبعض الحبوب. هذا ما اثر على الارتفاع الكبير جدا في وصولنا لمعدل التضخم للشهر الماضي 41%. ولكن اسمح لي اخيرا اقول لحضرتك، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء لما اصدر النهارده البيان للتضخم اصدر ان هو 35.7 اللي هو السنوي. نعم. مقابل شهر مايو اللي هو الشهر اللي قبليه 32.7. نعم. هتقول لي في فرق ما بين ده وفي فرق ما بين ده. ايوه يا فندم، في الجهاز المركزي بيقيس بمقياس سله جمع كل الحاجه السلع.
نعم. واما البنك المركزي فبيستخلص من السله اللي هو السلع دي بعض من اللي هي السلع والخدمات. ده الفرق ما بين تقرير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء والبنك المركزي. بالظبط كده. لكن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيبقى شامل لا من كل السلع وحاجات زي ما حضرتك تفضلت كنا في المقدمه بنتكلم ان دايما التضخم بيلعب في الثلاثينات عندنا 33 34 35، لكن الشهر اللي فات ده هقربه هقول اهو 36%. فهو طبعا ده برضه رقم كبير جدا. صحيح. ما وصلنالوش الا لما في 2017 لما حصل اعلى تضخم كان 33. نعم. فاحنا النبادي زدنا فوقيه 3% زياده كمان. نعم. طيب دكتور مصطفى، هل في تضخم سلبي؟ شوف طبعا في تضخمات بتبقى جايه بجزء منها سلبيه، ولكن مش في الوقت الحالي خلاص احنا بالنسبه لنا. نعم. ويمكن اكثر من مره كنا بنتكلم احنا يعني عندنا لا التضخم دايما بيكون سلبي ولا ليه يعني حاجات اخرى؟ مش هقدر اقول لحضرتك ليه حاجات اخرى. طبعا ليه حاجات اخرى، طبعا تداعيات كثيره على الاوضاع الاقتصاديه هي اللي بتاثر عليها تاثير كبير جدا، وللاسف بتسبب اجراءات تعقيدها اكثر من ان بيكون فيها يعني حلول سهله يعني. وطبعا النهارده زي ما حضرتك تعلم جيدا ان ارتفاع التضخم ده بالسلبي مع سعر الفايده. يعني سعر الفايدة عندنا النهاردة اللي هو حوالي 22.5 اللي هو أعلى سعر فايدة على الشهادات. النهاردة بتتكلم في التضخم حوالي 36%، خلينا على ما طرحه الجهاز. فهذا هو التضخم، يعني للأسف الفايدة سلبية بالنسبة لنا. دكتور مصطفى بدر بشكرك شكرا جزيلا. أخبارنا إيه؟